بحجة قال ايه مش عاوزين غريب يشاركنا في الارض. النبي غالي ولا رجعت بكلامك؟ غالي. طيب نشوف لما ترسخ انوار النبي غالي يصبح كلام النبي غالي اغلى من نفسي، اغلى من ارضي. لا احرم ابنتي من ميراثها من الارض بحجة ان لا يدخل الغريب. اختي تقول علي مش راجل، امي تقول علي مش راجل لو ما قتلتش واحد من ولاد عمهم ولا من بيتهم. لا، واختار احسن واحد. لسه انت عندك كلامك النبي غالي؟ النبي غالي ولا اللي يقولوا عليك الناس غالي؟ النبي الغالي قال ولا تقتلوا النفس كما انزل الله عليه، قال الله في القران ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ها الا بالحق، هذا ليس من الحق.